لحقت بسلك العسكري وكان وقتها هروب، وقلت اني ابغى احاول التحق بالسلك العسكري عشان ادافع عن وطني وديني، والحمد لله ربك وفقني ودخلت السلك العسكري وتخرجت واخذوني للحد الجنوب، والحمد لله شاركت ودافعت عن وطني. كل فخر اصابتي هذه فخر لي، لما تدافع عن وطنك ودينك وانت عارف بنفسك انك تدافع عن معتقدات والدين، وانك انت على صح وهم اللي على غلط، هذا شيء شعور لا ينوصف الصراحة، واحس بالراحة الطمانية لما أسمع صوت الوالدة ومن صوتها وهي تدعي لي، وأحس نفسي إن يعني شعور صدقي لا ينوصف. يشهد علي الله إني فخور بالإصابة هذه، إنها لا ديني ووطني، يعني إنه الجو فخر إنك أكثر شيء إنه واقف على الحد وتدافع عن الحدود حق المملكة، هذا أول شيء. وترد المعتدين على المملكة نردهم، الحمد لله هذا فخر لنا، والوالدة الحمد لله كانت تكلمني تقول لي هذا فخر لنا، مو فخر لك بس انت، حتى فخر لي وفخر لاخوانك واخوالك ولقبيلتك كمان.